بايركس من الحاجات المهمة لكل عروسة ولكل ست بيت، ومن الحاجات الصحية جدا والمحترمة جدا في الاستخدام. النهاردة هنتكلم عن طقم الطواجن البايركس وأهميته ومميزاته. يا جماعة، في البداية عشان واحنا بنشتري طقم الطاجن البايركس لازم نتأكد من حاجات معينة، من ضمنها وأهمها زي ما احنا شايفين كده، نجرب الكاميرا، اللون الأزرق اللي هو واضح على الطقم، تمام؟ ونتأكد ان الجزاز خالي من اي فقاعات او اي مشاكل، يكون الجزاز صافي جدا زي ما انتم شايفين كده، عشان نعرف دي اهم حاجة لازم نتأكد منها ونعرفها واحنا بنشتري طقم الطاجن. طبعا حلو معانا في الاستخدام، في التقديم، بيدخل الميكروويف، بيدخل الفرن، بيستحمل اعلى درجات حرارة، خامته ممتازة جدا، بينزل منه تركي وفرنساوي، ومنه قطعة وقطعتين وثلاثة وخمسة واربعة. احنا النهاردة معانا طقم طاجن تركي بركان، مكون عندنا منه حاجة بتبقى قطعتين، منه بيضاوي ومنه مربع. البيضاوي شكله زي ما انتم شايفين كده، بيبقى عبارة عن قطعتين مقاسين مختلفين، وبينفع يطلع يا جماعة للضيوف طبعا، وخامته جميلة جدا. ده بالنسبة للقطعتين. معانا منه الأربع قطع زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. نجرب الكاميرا كده ونشوف. زي ما احنا بنحكي وبنتكلم على اللون الأزرق اللي بيبقى في الحافة بتاعته، لازم نتأكد من المعلومة دي، تمام؟ في قطعة بيضاوي وقطعة مربعة، وفي الحلة بالغطا بتاعها. ده بالنسبة لطقم الطاجن البايركس اللي هو الأربع قطع. زي ما انتم شايفين اللون الأزرق طبعا أكيد واضح في الصورة، زي ما انتم شايفين خامة عالية. ده أربع قطع طاجن بايركس، طاجن بايركس تركي ماركة بركان. وفي منه الخمس قطع زي ما انتم شايفين كده، طاجن مستطيل واثنين بيضاوي، والحله بالغطا بتاعها الخمس قطع منه. يبقى زي ما انتم شفتوا معانا طاجن الطاجن البايركس التركي، خامته ما شاء الله لا قوه الا بالله، شيك جدا في الاستخدام، صحي على صحتنا وصحه اولادنا، من انقى الحاجات اللي موجوده في السوق والمنتجات ذات الجودة العالية. بينزل منه تركي وفرنساوي، احنا شفنا مع بعض التركي، وان شاء الله هنعمل ريفيو عن الفرنساوي. نتمنى كل الناس تعمل لنا لايك وشير واشتراك للقناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من معرض منزلي للأدوات المنزلية، وانتظروا عروض الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وكل يوم حد وثلاث ريفيو عن منتج معين. يا ريت الناس توصل فيديوهاتنا دي لأكبر قدر عشان الناس كلها تستفاد، سواء اشتريته من عندنا أو من عند غيرنا، ورقم تليفوننا موجود في الوصف، والشحن متاح لجميع محافظات الجمهورية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.